طيبين الطاهرين. اليوم حيكون حديثنا عن ما معنى الفتق والرتق. طبعا ورد هذا الحديث كثير من ناس كثير من الناحية الدينية، ولكن كان في صعوبة لحتى نقدر نتصور شو معنات بالضبط فتق، كيف رب العالمين فتق هذا الكون وكيف رتقه، وشو هي العلاقة ما بين هذا الموضوع وما بين نور الرسول الأعظم ونور الإمام علي، وكيف قدر هذا الموضوع يفسر حاله بحاله. هلا من الناحية العلمية بنقدر منبلش أول شيء بشيء موجود من الناحية العلمية اسمه سنجلاريتي. سنجلاريتي هي شيء أصغر من الذرة العادية، هي أول شيء الله خلقه، يعني هي هو الأوردر أوف كرييشن، يعني أمر الخلق نفسه موجود من الناحية العلمية ومبرهنينه علماء كتير بيسموه سنجلاريتي. هلا هي السنجلاريتي الأحادية. شو معنات أحادية؟ يعني مثلا أنا بقدر أطلع على هذه الميلة من هون، مظبوط، بس أنا أطلع على هذه الميلة من هون. نحن مثلا الآن الله خلقنا عقولنا مادية، يعني إلها 3 أبعاد، نحن عقلنا موجود بـ3 أبعاد، بنقدر نتصور إنه في شيء من وراها، مظبوط؟ يعني مثلا من هون من اليمين في شيء من ورا، مثلا انا اذا طلعت هلا على حيط انا براسي من اكيد في شيء من وراه لحتى يكملوا لهذا الحيط. بس هذه السنجلاريتي لما الله خلقها من احاديه جانبيه، يعني اذا طلعتي فيها من هذه الميله ما فيك تشوفي شيء من هذه الميله، يعني مش موجود شيء من هذه الميله. هلا بعطيكم امثله على سنجلاريتي موجوده هنا، لا نحن هلا نحن عم نتعامل معها. بس هلا قبل ما تفضل، الأحادية، سنجلاريتي الأحادية، هل عم بشرح معناتها شو معنات أحادية؟ الأحادية هي الشيء اللي بتطلع فيه من هون، مثلا هلا عم تطلع أنت على إيدي من هون، هذا في بعد قدام عينك، مزبوط؟ الأحادية بكون ما في شيء من ورا، يعني في شيء بس شيء من قدام. لما يكون الواحد عايش بدايمنشن، يعني ببعد، نحن مثل ما نحن عايشين فيه هلا على الأرض، البعد هو إذا طلعنا من هون بكون في شيء من ورا لحتى يكمل اللي قدام، مزبوط؟ بس ولكن أحادية الخلق، السنجلاريتي اللي الله خلقنا فيها، يعني نحن موجودين من بعد واحد، يعني هذه الذرة اللي الله خلقها ما إلها بعد تاني، إلها شكل واحد من قدام، هي الله أمرها أنه تنفجر وانفجرت، عملت كل هذا الكون اللي موجودين فيه نحن هلا. هلا في ناس كتير بيفكروا الأرض والكواكب اللي عايشين عليها هي الكون، لا، هذا جزء من كون واحد نحن عايشين فيه، يعني مثلا جزء صغير مثل نقطة بقلب بحر، والبحر هذا موجود بين مليار بحر غيره، يعني في عدة بحور وعدة عدة مناطق. هلا حسب تصور الفنان، شفنا هون السنجلاريتي في نقطة من هون هي هذه اللي انفجرت وطلعت بهالأمور كلياتها، والأكوان موجودة من فوق بهذه الطريقة. هلا شو معناتها هي، كيف انفجرت هذا الموضوع؟ هلا في نقطة أصغر من الذرة، هي هذه النقطة اللي بيسموها سنجلاريتي، بوينت اوف سنجلاريتي. وصلت الماتيماتكس، اخذوا عليها جائزة نوبل من شي 4 سنوات احد العلماء، وصل الماتيماتكس لهذه النقطة، وقف، ما عادش قدروا يكملوا بالماتيماتكس انه شو في قبل هذا الموضوع، شو صار فيه. هلا نحن مش واجبنا ندخل بالماتيماتكس لانه كثير معقد يعني، بس نحن بنوصل انه لما انفجرت هذه النقطة كانت حرارتها شديدة لدرجة انه نحن ما بنقدر نقيسها، هلا ما بنقدر نحط لها مصطلح. تصوروا شيء اصغر من الذرة عنده طاقة هائلة، طاقة يعني المحرك لهذا الموضوع، ما بنقدر نفسر شو هو هذا الموضوع، حرارة كمان ما بنقدر نعطيها شو هي بالضبط، انفجرت انفجار كبير، عملت مثل مايكروويف حواليها وعطت كل الأكوان الموجودة هلا، شوفوا من هون انفجرت، وهي كل الأكوان الموجودة هلا، الكون تاعنا موجود هون. هلا الحاجة لما كانت عم تتحدث إنه عمر كوننا 3 فاصلة شي من 7 أيام، هلا نحن موجودين هلا لحتى انا هذه شوي صعبه لحتى نقدر نفهمها، بس ست ست من سب 6 ايام، نعم، بس ولكن نحن موجودين بثلاثة فاصل شيء. هلا كيف نحن موجودين بثلاثة فاصل، شو هو البعد مثلا، شو هي الايام اللي الله خلقها من الناحيه العلميه، كيف خلقت مثلا. هلا نحن صار الانفجار، طلع الانفجار كلياته، وصلنا لنحن لهون. هلا نحن بعمر الزمن الحقيقي لساعه الانفجار يمكن يكون عمره ثانيه وحده بس، يعني مثلا كيف نحن ما نقدر نتفهم ثانية وحدة من ناحية انه نحن هلا بشيء بيسموه ميلكي واي، نحن عم ننزل بقلب شو، بقلب ثقب اسود. بالنسبة لعمر مثلا صار كيف، مثلا بلوعة الماي لما تنزل الماي ننزل لتحت، اذا جبنا بحر كبير وفختنا البحر وصرنا ننزل البحر بقلب الماء، شو بيصير؟ بالنسبة للبحر يمكن ياخذ 6 أيام 7 أيام، بس بالنسبة للسمك اللي موجودين فيه شو؟ إذا الله عطاهم وقت مثلا إنه يشتغلوا على هودي الساعات،
على ساعات الوقت، ممكن ياخذ معهم سنين وايام، بخلفه بيجيب اولاد وبيرجع بخلفه، بصيروا عندهم هيستوري وعندهم كذا، وهي كلها. طب نحن بالنسبه لنا نحن البحر شو عم ينزل بقد ايه بكم يوم؟ نفس الشيء بالنسبه للسيفون، مثلا جبنا سيفون، عفوا مش سيفون، بالمغطس الماي، مثلا مغطس الماي نزلنا الماي فيه من هون، جبنا بكتيريا نحن، مثلا اذا كنا قد بكتيريا وقفنا هونيك بنحس الماي عم بدها وقت كتير لحتى تنزل، بس بالنسبه لنا نحن شو الوقت عم ينزل على مهله. فهي هو عمر الوقت، يعني مثلا اذا قلنا نحن ثالث يوم اخر النهار الثالث، هذا هو معناته، يعني نحن بعدنا هلا عن جد اخر النهار الثالث بالنسبه لعمر الزمن كلياته، بس بالنسبه لعمر الارض عمره اكثر من مليارات السنوات الارضيه حسب عمر الارض. فهي هو الزمن. اكيد الكون نحن عم يتوسع، بما رب العالمين قال وانا لموسعون، يعني بعد عم يتوسع، بيوم من الايام حيعمل كولابس، حيسكر هذا الكون. بس هلا مش 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 شغلتنا هذا الموضوع، حنوصل للموضوع لنربطه شو هو بالضبط الموضوع. هلا هي هو اليونيفرس الموجود هون مثل ما حسب ما شايفين، هاي الملكي واي نحن عم نتحدث عنها، الكون بشكله مثل الماي اللي عم بيفوتوا بقلب الثقب الاسود موجوده هون. هاي الكواكب الموجوده حوالينا، المجره الشمسيه بس، على فكره بكوكبنا في مليار في مليار شمس، يعني احنا مفتكرين انه شمسنا هي الوحيده وكواكبنا هن بيخلصوا هونيك، لما كنا نحن ناخذ نحن صغار بصفوف الجغرافيا انه في 12 كوكب، نسال المعلم شو في بعد؟ بيقول لك هونيك الجنه والنار. لا، ما في جنة ونار بعد، في بعد أكوان تانيين، في بعد شغايل تاني، شموس تاني، كواكب تاني. هل هلا الله خلق، بيقولوا في ناس مخلوقات تاني، خلق مخلوقات تاني. في نحن موجودين هلا سبع مخلوقات فوق بعضنا، في الجن والإنس والبكتيريا. بكتيريا هي مخلوق، يعني احنا ما بنشوفها بس هي مخلوق، اكتشفناها من 100 سنة. الحشرات هي مخلوق، يعني في شغائل كتير نحن من مفتكرين المخلوقات كل شيء بيشبهنا. لا، مثلا في يكون مخلوق من طاقة، مثلا من الملائكة، في يكون مثلا مخلوق من روح، في يكون مخلوق من حي الله شيء تاني. فالمخلوقات هي بتتناول البعد اللي نحن موجودين فيه هلا واللي نحن بنقدر نفهمه، يعني لو كان عقلنا له 20 بعد ما بنقدر نفهم شو هو ال 20 بعد، بس شو بنقدر نشوف اشياء تانية نحن مش قادرين نشوفها هلا بعيوننا الاثنين. هلا بعد هي هو الكون تعولنا من هذه الصور، نحن تصوروا بهذا الكون تعولنا موجودين هون بهذه النقطة، يعني هذا كله هيتو الكون تعولنا وهي النقطة موجودة هون، يعني نحن صغار 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 كتير. هلأ بالنسبة لمعنى الفتق، شو معناتها المعنى الفتق من الناحية العلمية؟ هلأ نحن كمخلوقات ما مش مخلوقين عبس، حتى خلقتنا وشكلنا مش مخلوقة عبس. في شيء بالانجليش وبالعربي العلماء اكتشفوه من على عهد اللي رسم دافنشي، اكتشف انه في شيء، مثلا نحن ايدنا هلا بهيدا الطول، اخذنا طول من هون لهون، نفس الطول من هون لهون حيكون لهيدي، نص هيدي حتكون هون، والاصابع حيكونوا نص الطول هذا، يعني اذا لازم يكونوا منسقين بهيدي الطريقه، يعني هي بسموها الجولدن ريشيو 1.6، يعني كل شيء نحن بناخذ طوله نقسمه على 1.6 بنعطيه شيء ثاني بعد منه، نرجع نقسمه على 1.6 بنعطيه شيء ثالث بعد منه. هلا نحن عم نعمل هذا الموضوع بالجولدن ريشيو، مثلا رسمنا نص دائره اعطيناها 1.6 اعطتنا شيء اكبر من هذا الموضوع، اعطيناها ربع دائره كمان 1.6 اعطتنا شيء اكبر. هي هذه الحلزون نفسه هو خريطه الخلق نفسه، يعني كل شيء مخلوق على خريطه الحلزون. هلا افرجيكم امثله اكثر لحتى تقدروا تستوعبوا كيف موجوده على الوجه، كيف موجوده على الجسم. هلا هي مثلا هي الايد، هي نحن اخذنا اول شيء هذه الايد، هي اول شيء مثلا خلينا نقول هيدي هي المساحه الاساسيه، بعدين اخذنا 1.6 وضفناها على هيدي لحتى طلعت الذراع تحت منها، رجع قسمنا من تحت على 1.6 وطلعت الايد، بعدين من قلب الايد نفسها قسمناها على 1.6 طلعت الاي بي سي، هدول الموجودين تحت الاصابع. فحتى الخلق نفسه بكل شيء موجود حوالينا هو محطوط بهذا الـ بهذا الـ بهذه الفورمولا، يعني محطوط بهذه القاعده، هي بسموها الجولدن ريشيو، شو القاعده الذهبيه، سموها القاعدة الذهبية لأنه كل شيء بيشتغل عليه. يعني هلا أنت أول ما تطلع على شيء بتقولي إيه حلو، بيكون مطابق للجولدن ريشيو تعولك. هذا هو الجولدن ريشيو، بيقولوا the beauty of in the eyes of the beholder، الجمال بيحتمل موجود من قلب الشخص مش من الشخص اللي عم ينشاف. فهي الجولدن ريشيو بيكون مظبوطة عنده للشخص ولا لا. هلا ها هو معنات الرتق، يعني أول شيء الفتق هو لما نحن عملنا
الخلق نفسه، بعدين رتقناه. كيف رتقناه؟ على هذا الموضوع. شوف مثلا اول واحد طبقه هو دافنشي، رسم اول شيء المنخار، على اساس المنخار قياس الكبر، عمل الوجه عليه، رجع كبره كبره، رجع كبر، شوف من هون الشعرات، رجع برم 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 لتحت، رجع عطاها طولها من تحت على حسب طول وجهها، يعني ما رسم وجهها هالقد وجسمها هالقد، يعني الطول تعولة حسب كمان الجولدن راش. هو اول شخص اكتشف هذا الموضوع وطبقه، وبعدين احنا فعلا طورنا وقدرنا نوصل لمراحل مثلا موجود هلا الجولدن ريشيو بقلب التلفزيونات، قديش البعد تعولها، شو بنقدر نشوفه شو ما بنقدر نشوف بهذا الموضوع. هلا من هذا الموضوع تكون الشيء اسمه الدائرة. شو هي الدائرة؟ دائرة هي كل شيء بضم، يعني مثلا the unity of wholeness، يعني هي توحيد كل شيء موجود حوالينا، هي بوحد كل شيء. هلا الدائرة كيف طلعت؟ أول شيء هل هي طلعت قبل ولا طلع الحرف قبل؟ هلا الإمام علي بيقول بأحد أقواله، القرآن كله يفسر في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة كلها تفسر ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم تفسر بالباء، وأنا النقطة التي تحت الباء. شو معناتها؟ أنا النقطة اللي تحت الباء، هذه هي اللي احنا بدنا نوصل لها. النقطة هي نقطة الخلق، يعني هي أول ما تبلش الخلق شو ببلش؟ هي بتبلش بالنقطة. أي حرف بينكتب هلا موجود نحن، أي حرف فيك تكتبيه بلا قلم، القلم هو النقطة بيمشي. هي هو هيك قصده، يعني قصده بدأ الخلق أول شيء من نور محمد، ثم فتق مثل ما قلنا نحن على الجولدن ريتشو، كيف نحن 1.6 ضفناها عليها، ثم فتق من هذا الموضوع، ثم هو تحول لهذه النقطة نفسها. هي النقطة هذه فيها بتنزل لتحت بتصير ألف، الألف وصلناها ببعض شو بتصير؟ بتصير صفر، يعني هولنس مبرومة. يعني من وين بلشت؟ من وين فيك تقولي بلشت هي النقطة؟ ما إلها مطرح. من وين انتهت؟ طيب كمان ما إلها مطرح. فهي النقطة، النقطة هي بدء الخلق ونهايته ملخصة بهذه النقطة نفسها، وهي السر تعولها. هلا حتى تكون نقطة في شيء بيسموه بالانجلش باي، بالانجلش باي هو الباي، هي هذا الرمز اللي محطوط هون. الإمام علي بأحد الأقوال بيقول أنا ذو قرنين الصحف الأولى، فكروا ناس في بعض الناس إنه هو عن جد ذو القرنين، أو يمكن هو يكون عن جد ذو القرنين، بس ولكن شو معنات أنا ذو قرنين الصحف الأولى؟ هذا يعني الصحف الأولى كان موجود على عهد الرومان، وعلى عهد أول ما اكتشفوا الماتيماتكس، هو أصل الماتيماتكس، يعني الإمام علي هو أصل الماتيماتكس من خلال تحدثنا عنه عن الفتق والرتق. فهو هاي السيمبل تاعت الباي إلى مثل 2 قرنين. هلا الباي بتساوي 3.14 بالأحرف الإنجليزي، مظبوط، وهي اللي هي أساسا أحرف عربي. الأحرف الإنجليزي هي أساسا أحرف عربي، بعدين نحن أخذنا أحرف غيرنا وغيرنا أخذوا أحرفنا وفاتت الموضوع كلياته ببعض، بس ولكن الباي موجود 3.14. ولكن إذا أخذنا الباي وقلبناها بالقلب بس 3.14 قلبناها، بس شوفوا شو بيطلع، بيطلع علي بس. يعني هذه هي هل هي صدفة؟ بس نحن بنحطها بس بيطلع علي، هي موجودة هون 3.4، هي باي هيدي بال 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 بالماتيماتكس، هي القرنين إلى قرنين، قلبناها هي ذاتها، قلبناها لتحت مثل ما تكتب بالعربي، طلعت علي. فالباي هي مسؤولة عن السيركل، يعني كل شيء مثلا دواليب كيف لحتى شيء يبرم مثلا بالسيارات، عقلنا لحتى يشتغل، المحتوى تعوله من جوا شغال كتير، يعني كل شيء مربوطة بالكون، مربوطة بهذه الدوائر اللي تحدثت عنها الحاج هلا من شوي، المادية والمعنوية، وبنفس الوقت بالماتيماتكس. مثلا أينشتاين لما اجى عطوه جائزة نوبل على نظرية النسبية، النسبية هي E=MC², يعني الطاقة تساوي الماس مع سرعة الضوء مرتين. طب هو شو عمل؟ هو جاب طاقة حولها لشيء محسوس. هلا هني عملوا كمان مخ اختبار مش 10 سنوات، عملوا المحسوس لشيء طاقة واخذ عليها جائزة نوبل. طب نحن بالحياة العادية نحن نمثل الأشخاص، مثلا انا رقم واحد، انا رقمي واحد، هو رقم واحد، يعني نحن واحد، انت فيك تكوني صفر؟ اذا كنت صفر ما بتكوني موجودة. او مثلا فيك تكون اثنين؟ لا ما فيك تكون اثنين، لان شخص واحد هو واحد بحد ذاته. فنحن ارقام، نحن نفسنا ارقام، فينا نحول نفسنا لطاقة، طاقة هي مثلا عن طريق البعد المادي أو البعد المعنوي أو البعد الروحي، فينا نحول مثلا نفسنا لأبعاد نحن كمان ما بنقدر نفهمها بعد، مثلا في بعض العرفانيين بيقدروا يحولوا حالهم لإلها، مثلا هذا البعد هو هذا اللي اكتشفه أول شيء أينشتاين، هو اللي موجود عنا نحن أصلا بالبعد الإسلامي، وكيفية تحويل الرقم
اللي هو 3.14 لاسم، اللي هو موجود نفسه عم بفسر حاله، لنفس الشيء لسيمبل لحتى نقدر نعرفه شو هو، وهكذا بنكون بس اكتشفنا الامام علي من الناحيه العلميه. تفضل شوز. نعم، كل الارقام حسب الرسائل اللي احنا قرأناها من العلماء العرب القدامى، كل الارقام لها معنى. مثلا رقم واحد هو مثلا اول شيء الله خلقه، بيقولوا عشان هيك الف مثل الف، ممكن يكونوا هيك. ما كل شيء له معنى. مثلا رقم واحد، رقم اثنين هو اول رقم بينقسم على حال، مثلا بصير رقم مجموع رقم واحد، رقم ثلاثة هو اول الاعداد المصنوع. يعني حتى الاشكال تعولتها ما طلعت عبس، يعني حتى اشكال الارقام والاحرف ما طلعت عبس، يعني هي اشكال الله خلقها والها ملائكة موكلين فيها. مثلا حرف النون، مثلا نون والقلم، مثلا نون هو ممثل لشيء اكيد، فالنون الها ملائكة وملائكة موكلين لإلها، واللي بيفتح سر النون مثلا بيعمل اشياء تاني. مثلا بجبل عامل بالقديم بيحكوا، طبعا في علماء كانوا من زمان بجبل عامل، راحوا على ايران واسسوا يعني هن الرصاصة اللي اطلقت ما يسمى بالثورة الإسلامية هلا من 30 سنة، طبعا من 400 سنة. أخذوا علماء كتير من جبل عامل، أحد العلماء كان مثلا إذا بده يروح يعبي ماي بيروح حد صخرة بيخبط عليها بيقول قاف، بتفتح الصخرة بتنزل الماي، بيرجع بيخبط عليها بيقول قاف، بتسكر بيرجع بياخذ الماي بروح. ليه؟ لأن فتح سر القانون قاف. ما تفتكروا شيء بهالعالم، بأي شيء، أي شيء موجود حوالينا هو ما بيفكر أو ما بيعرف أو ما بيسبح لرب العالمين، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني كل شيء بيسبح ولكن احنا ما بنفقه تسبيحهم. حتى الاحرف نفسها الى قوانين، اذا احنا فتحنا قوانين هذه كل شيء موصول ببعضه، كل شيء موصول ببعضه. يعني هلا فيش لكم شو كانوا يعملوا اكثر من هيك، بس ولكن هذه الى اسرار، وهذه الاسرار موجوده بالرياضيات، ونحن بحاجه لحتى مين يفهم الرياضيات ويربطها بعلم الائمه سلام الله عليهم. وبسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.